ستون راقص باليه من أوبرا باريس يحيكون كل من مكان حجره الصحي رقصة الفرسان لروميو وجولييت. 4 دقائق من الدقة والخفة لتعبير عن امتنان للطبيب والممرض وعامل النظافة لمن باتوا يعرفون بأصحاب المهن التي لا يستغنى عنها. مهنة الراقص ليست ضمن القائمة. أشعر بحزن كبير حين أشاهد راقصين على مواقع التواصل يتدربون في بيوتهم، شيء تراجيدي فعلا. هناك فيديوهات رائعة، لكن إلى متى ستستمر؟ لن نستطيع العودة لاستوديوهاتنا كما كنا من قبل، لقد فقد كل واحد منا شيئا. كل شيء تغير، تقول أنا كيغيسكو راقصة محترفة تعيش اليوم على إيقاع تدريب في العالم الافتراضي. أسئلة تدبير المالي التي تشغل بال الساسة والراقصين تزاحمها أسئلة أكبر حول معاني الخشبة إن أفرغت وحركات الآخر إن توقفت. حين نحرم من فضائنا من الخشبة والاستوديو نحرم من كل شيء. الرقص فن يمارس داخل المجموعة، هو فن اجتماعي بامتياز. إن قطعت الروابط لن يتبقى شيء. ما تصفه أنا بشبه المستحيل يراه بول جيرار راقص محترف آخر فرصة ثمينة لإعادة التفكير في جوهر الرقص. هي فرصة مثيرة. أنا أرى أن لا خيار لنا سوى توظيف هذه الإكراهات لابتكار الجمال. هي ربما أيضا فرصة لطرح أسئلة أساسية حول جدوى الإبداع، حول ما نريد أن نعطي للعالم. هل سنتجه لإبداع يهتم بالكيف لا بالكم، ما قد يتطلب زمن ابتكار أطول. سنغير أيضا حتما لغتنا، فكلماتنا أصبحت للأسف مربوطة بالاستثمار والإشهار. بول وأنا يحلمان بأشياء مختلفة، بأشياء جديدة، قاعات عرض أصغر لحوارات أعمق، سينوغرافيا أبسط لعروض أجمل. ستكون ربما مرحلة سترى ولادة مؤسسات جديدة صغيرة، وقد تتحول أشكال الإبداع معها لحوارات أقرب لجمهور أصغر. رقصاتنا ستصنع لا على البلاتوهات وإنما ببيوتنا. وقبلها صمت ضروري يقول بول جيرار. أعتقد أن الأزمة تدعونا لشيء من التواضع والكثير من الصمت. أتابع خرجات الفنانين على مواقع التواصل. أن نبتعد عن الخشبة قليلا ليس بالأمر السيء في نهاية المطاف، حتى نعود ربما بشكل أفضل بشكل مختلف. في انتظار سلسلة تدابير مالية وسياسية لإنقاذ مئات المؤسسات والفرق من الإفلاس، حركات الراقصين الفرنسيين المختزلة تحت الحجر ترسم أشكال إبداع وتضامن كانت في أمس الحاجة إليهما. إكرام بن شريف، باريس، ميديان.